مكي بارتي دربي نهار لحد اكيد عندها جو سبيسيال. بطبيعة معروف معنا ماتشات الدربي معنا في العالم الكل عندها الجو سبيسيال. احنا حضرنا الماتش نتاعنا كوم الفو ان شاء الله عاقدين لازم انا باش نربحوا الطرح هذا خاطر 3 بوين معناها سون تري امبورطون بالنسبه لنا احنا باش نعملوا بابي ان شاء الله في البلاي اوف. كو تحضيرات معنا كانت عاديه كيما كل ماتش ان شاء الله معنا نكونوا في المستوى المطلوب نهار الماتش وان شاء الله نربحوا. بالفعل معناتها مقابلة هامة المرة هذه مقابلة هامة أكثر من المرة فاتت معناتها خاطر بالنسبة لنا احنا نقطة ولا ثلاثة نقاط يساعدونا باش نمشيو للبلاي أوف. اللي علينا عملناه معناتها حضرنا المقابلة كما يلزم ماتش دو ريفونش على جوالات إن شاء الله يكونوا حاضرين نهار المقابلة وإن شاء الله يكونوا معناتها ما يتسرعوش على خاطر ديما في الديربي ما نعرفوش نلعبوا ديربي كما لعبنا ضد نادي محيط قرقنا كنا باش نهزموا زاد 2-2 لعبنا ضد سيكل حد السياسي نهزمنا 3-1 وين نلعبوا مقابلة ديربي اللاعبين يخرجوا على أعصابهم ويتشنجوا ما عادش يلعبوا اللعب نتاعهم الحقيقي خدمنا عليها الأسبوع هذا كامل باش يكونوا معناتها حاضرين جاهزين نفسانيا أكثر من الكورة إذا كان يكونوا متحكمين في أعصابهم تو يقدموا مقابلة طيبة تو يجي الفوز ولا يجي التعادل وإذا كان مش يخرجوا على أعصابهم هذاك هو اللي خايف منه إن شاء الله نهار المقابلة نقاوم حاضرين. والله يا الأولاد الكل إن شاء الله عازمين باش نربحوا البارتي هذه خدمنا معناها خدمة بها الأولاد الكل مع بعضنا معناها نحبوا الانتصار هذا إن شاء الله الأولاد الكل يد مع بعضها وإن شاء الله نحبوا معناها الانتصار هذا نستحقوه فهمت يمكن يخلينا نلعبوا مرتاحين أكثر وإن شاء الله عازمين على الربح وإن شاء الله ربي معنا. شعرين إنه 3 بوان في البارتي الدربي تقربكم برشا من البلاي أوف. والله شاعرين هكا وان شاء الله كما قلت لك معنا احنا عازمين على الطرح معنا ماذا بينا الواحد يربح باش يلعب معنا باكثر ارتاحيه 3 بوين هذوما نسحقوا معنا وما لازمناش نصعبوا علينا الطرح اللي هو ديربي ديربي ماتش عادي فهمت ان شاء الله بقدر تربي محاضرين بالبي ان شاء الله 3 بوين ان شاء الله بارتي عاديه ليكم انتوما بويسكو فافوري معناتها في الترتيب ما يظهر لي لوي بارتي ان بو ديسيزيف بالطبيعة احنا تو نخمو في روحنا احنا حتى احنا 3 بوان راهو خلوك تلعب بلاي اوف معناتها لازمنا 3 بوان هذوما بالطبيعة حتى احنا حاسدين بهم مش معناتها ماتش عادي معناتها لازمنا مش نلعبوا لازمنا نلعبوا طروحنا بالباهي وكاو باش نلعبوا 3 بوان مش نلعبوا على البلاي اوف ان شاء الله بقدرة ربي. بليكم للروي تسمى كتاب مفتوح يعني زوزة كيبي تعرفوا بعضكم مليح مي كومام بريود هذيا تنجموا تستغلوا فترة الفراغ تعدى بها ليكيب ادفيرس. احنا بالنسبة لنا والله في الماتش هذايا ما تعينيناش ليكيب ادفيرس برشا احنا نخدموا على الليموية نتاعنا الافكتيف نتاعنا معناها كل قاعد يخدم معناها سيريوزمون وان شاء الله معناها كما قلت لك نكون نهار الاحد في فورما ماتش سيح عندنا برشا معناها علاقات كبيره مع روي اما ماتش كيما هذايا هي عندها اوبجيكتيف احنا كيف كيف عندنا اوبجيكتيف وان شاء الله اللي حاضر خير ان شاء الله يربح. قلنا في الترتيب انتم خير صحيح مي بارتي لالي ثم روي ربحتكم 3-1 مش يكون زعما بارتي ريفانش ليكم؟ ان شاء الله بقدر ربي ان شاء الله رجعوا 3-1 ان شاء الله رجعوا 3 ما غير ان شاء الله بقدر ربي.